أنا آسف يا فندم، دخلت من غير استئذان، الباب كان مفتوح وما كانش في حد بيرد. الحقيقة العربية بتاعتي عملت حركة مش ظريفة قدام بيت سعادتك. ممكن استعمل التليفون؟ سعادتك ما بتردش عليا ليه؟ يا حضرة يا أستاذ، ده ميت. انضرب برصاص. عرفت اللي ضربه؟ أنا اللي قتلته. التليفون على المكتب، اتصل بالبوليس. مين ده؟ جوزي. ليه عملت كده؟ لأني بكرهه، سنين طويلة وأنا بكرهه. سنين طويلة وانتي بتكرهيه، انما ما قدرتيش تعملي كده. ايه اللي خلاكي النهارده ترتكبي جريمة زي دي؟ ايه اللي حصل بينكم؟ انا قلت اللي عايز اقوله، بكرهه. ايوه بس
اكيد في دافع مفاجئ هو اللي خلاكي ترتكب الجريمة دي النهاردة بالذات. يعني قالك حاجة مثلا؟ ايه اللي حصل بينكو؟ مفيش حاجة حصلت. السؤال ده هيسألولك ناس كتير جدا، نيابة وبوليس وقضاء ومحاميين. مش هجاوب، محدش هيرغمني على الكلام. دي جريمة قتل مش لعبة، محدش هيصدقك ومحدش هيرحمك. وانا مستعدة لاخر حاجة في الدنيا، مستعدة حتى للموت نفسه. طيب ممكن توصفيلي الجريمة تمت ازاي؟ انت بتسألني بصفتك ايه؟ دخلت هنا ازاي وليه؟ انت مين؟ اسمي اسامة بدر الدين، مهندس. بقالي ساعة تايه في المنطقة بتاعتكو دي، الشبورة والمطر خلوني مش شايف قدامي متر واحد. عربيتي وقعت في حفرة قدامكم، قلت اخش يمكن الاقي تليفون. خبطت على الباب محدش فتح لي. ما سمعتكش. انا عايز اساعدك. ليه؟ لاني مش مصدق اللي شايفه وخايف تغرقي فيه. انا فعلا غرقان، غرقانة. عندك اولاد؟ لا. المسدس ده جبتيه منين؟ كان قصاده وكان نايم. وحطه قصاده ليه؟ هو متعود على كده. ادهم كان بطل رمايه معروف، حياته المسدس والبندقيه والصيد. اتجوزتي امتى؟ من سنين قبل الحادثة، عشت معاها أحلى أيام حياتي. لكن بعد الحادثة اتغير خالص، بقى بني آدم تاني وحش. استحملته كتير، لكن كنت غلطانة. كنت كل ما اسكت هو يزيد لحد ما بقى وحش مش انسان. كان لازم يموت، كان لازم. انا ما اخشش غير البيت دوت، بعدين بقى في الليله اللي مش هتعدي دي. يا مدام، يا مدام ارجوكي مش عايزين نضيع وقت. انا كل اللي عايزه من حضرتك سؤال واحد تجاوبيني عليه، قتلتيه ازاي؟ انا اخدت المسدس وقربت منه وضغطت على الزناد وانتهت كل حاجه. متأكدة من كلامك؟ هو ده اللي أنا عملته. عايشين لوحدكم طبعا؟ البيت فيه ناس كتير. موجودين دلوقتي؟ أيوة فوق. طب إزاي ما سمعوش طلقة الرصاص؟ نايمين في الناحية التانية، الصوت صعب يوصل. مين اللي موجودين في البيت؟ في والدة أدهم واخو الصغير والممرضه نوال. الممرضه بتاعته؟ لا، بتاعت اخوه كمال. واخوه كمال عيان؟ عنده تخلف عقلي. دول بس اللي في البيت؟ ايوه. لا في كمان حسن السفركي. لكن ليه الأسئلة دي كلها؟ حضرتك اسمك ايه؟ سعاد. سعاد هانم. أنا راجل ليا خبرة كبيرة جدا في الدنيا، مش قادر أفهم ليه حضرتك عايزة تخلصي من حياتك؟ إذا كنت عشتي فترة قبل كده في عذاب، متهيألي إن السبب خلاص انتهى. يعني ممكن بمنتهى السهولة تبتدي حياتك من جديد. مش قادر افهم ليه عايزة تحطمي حياتك. ارجوكي انا هديكي فرصة يومين ثلاثة، بعد كده
ابقى اعترفي عن نفسك زي ما انت عايزه، بس على الاقل هتبقي في ظروف نفسيه احسن من كده. انا مش فاهم يا مدام. جوزك اصابته من الخلف، الرصاصه من مسافه بعيده جدا، حضرتك بتقولي عكس كده، لكن الطبيب الشرعي هيأكد كلامي. انت بتقول ايه؟ ارجوك يا مدام، احنا مش عايزين نضيع وقت، اسمعيني ونفذي اللي بقولك عليه. افهميني يا مدام، يعني مين اعداء جوزك؟ مين اللي ممكن يقتله؟ هل في حد قبل كده هدده بالقتل؟ مفيش حد هدده. لا، فيه الجناين اللي طردوا واتهموا بالسرقة. ده ساكن قريب؟ في عزبة قريبة من هنا. ايوه، بس مش ممكن يكون ارتكب جريمة زي دي في الوقت دوت. ممكن جدا ان هو يثبت مكان وجوده ساعة ارتكاب الجريمة، وحتى لو ما قدرش يثبت، حرام ان احنا نتهم انسان بجريمة هو ما ارتكبهاش. طب يا ترى نقدر نرجع لزمان شوية؟ في حد تاني؟ في راجل تاني هددته بالقتل، بس الكلام ده كان في اسكندرية. والسبب؟ حادثة عربية، قتل ابنه الوحيد من سنتين. متهيألي ان ده دافع قوي. المهم، جوزك ازاي كان قادر يسوق العربية وفي الظروف دي؟ عربية مخصوص للمعوقين. والتحقيق انتهى على ايه؟ اتحفظ وطلع برا. هي الممرضة بتاعته كانت راكبة معاه وشهدت لصالحه، قالت انه كان سائق العربية على سرعة 50 كيلو مش اكتر. حضرتك كنت معاهم؟ لا، بس عرفت انها شهدت صور، وطبعا صدقوها هي وكذبوا الاب لانه صاحب مصلحة. فاكرة اسم الراجل ده؟ اقصد يعني شفتيه او حد هنا من اللي في البيت شافوه؟ لا، محدش راح مع التحقيق. مش فاكرة حضرتك امتى بالظبط الحادثة دي حصلت؟ 15 اغسطس. ياه، حاجة غريبة. اشمعنى يعني حضرتك متأكدة قوي من التاريخ؟ ده عيد ميلادي. طيب ممكن لو سمحتي ورق وقلم؟ ليه؟ نفذي اللي بقولك عليه أرجوكي. الورقة دي احنا هنحطها في جيبه، وبعد كده حضرتك تطلعي فوق، واول ما تسمعي صوت الرصاص تنزلي على طول. استني، ارجوك عايزك لما تطلعي فوق اذا كان عندك في اوضه النوم اي اقراص مسكنه تخلصي منها، وعايزك تروحي اوضه الممرضه بتاعتك وتطلبي منها اي اقراص مسكنه، صحيها بالحجه دي يعني. سيبي باب اوضه النوم مفتوح، أول ما تسمعي صوت الرصاص تنزلي على طول. أنت ناوي تعمل إيه؟ أنا عايز أديكي فرصة، نفسي أساعدك. أول حاجة هنمسح البصمات من سلاح الجريمة،
الجواب هنحطه في جيبه. اتفضلي. منزعجة ليه؟ انت هتفقدي اعصابك من دلوقتي ولا ايه؟ دلوقتي احنا انتهينا من الخطوه الاولى، قدامك 5 دقايق بالظبط وهتسمعي طلقه الرصاص. اتفضلي. خدت الشارة وراحت، هجيب لك كوباية تانية. ملوش لازمة، هو ده الأسبرين؟ وريني. ده لازم البيه، ما هي دي عادته. تعالي ننزل نشوف بلا ايه، انا قلبي مقبوض. ايه اللي حصل يا جمال؟ ايه الدوشه دي؟ ابي ادهم بيضرب رصاص. هو ده وقته؟ خوفتنا يا استاذ ادهم، وده وقت رصاص. قتل حد؟ ده قتل نفسه. ادهم بيه مات. المسدس فين؟ في حد خده من هنا، انا كنت شايفه على الترابيزه هنا قبل ما انام. ايه اللي بيحصل هنا؟ ضرب رصاص؟ انت مين؟ وايه اللي جابك هنا؟ انا بقالي مده واقف قدام البيت بتاعكو بحاول اطلع عربيتي من حفره وقعت فيها، وفجاه سمعت صوت طلقه رصاص، وانا جاي على هنا في واحد خارج من الباب دوت اتخبط فيا وقع منه المسدس ده. وهو فين؟ الدنيا بره شبوره، ما لحقتش اطرده، الدنيا ضلمه. ضربوه بالرصاص وهربوا. هما مين اللي ضربوه؟ ما تاخدش على كلامه، ده بيقول اي كلام. لازم نبلغ البوليس، لازم نبلغ البوليس. القتيل من اهل البيت مش كده؟ جوزي. جريمه بشعه. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ ادهم حصل له حاجه؟ ابي ادهم مات يا ماما، ضربوه بالرصاص. اسكت يا كمال اسكت. ادهم ابني
انت سامعني يا ابني؟ انا هتصل بالبوليس، كل حاجة تفضل زي ما هي، محدش يلمس اي حاجة من فضلكم. الو، بوليس هناك ده؟ انا اسامة بدر الدين، من فضلك انا عايز ابلغ عن جريمة قتل. صباح الخير يا فندم. صباح النور. امبارح كان يوم غريب، الشبورة كانت سبب حوادث كتيرة في أكتر من مكان. الحمد لله على كده. حد كان يصدق الجو هيتصلح بالسرعة دي؟ دي أسوأ ليلة شفناها من سنين طويلة. في حادث تصادم كبير في بداية السريع، مات فيه 3 أشخاص وأصيب 7. المهم خبير البصمات خلص مهمته؟ أيوة يا فندم، ومعايا صور البصمات وتقرير الخبير. ما صادفش عقبات في اخذ البصمات؟ بالعكس يا فندم، كانوا متعاونين جدا. اصل في ناس كتير بيعترضوا على اخذ بصماتهم، فاكرين ان احنا هنحطها في سجلات المجرمين. دي بصمه ادهم القتيل، ودي والدته، وده الاخ. ايوه. ودي نوال الممرضه. ودي حسن. مين حسن؟ السفرجي، ونقدر نعتبره الممرض الخصوصي لأدهم. ودي أسامة. أيوة فندم. غريبة وجوده في المكان ده في اللحظة دي بالذات. الحكاية دي مخيراني. في جو زي بتاع امبارح يا فندم، ممكن حاجات غريبة كتير تحصل. عموما يا فندم، أنا بعدت أستدعيه لأنه ما كانش موجود ساعة وصولنا. يعني مش عاوز أسبق الأحداث، في بصمات مجهولة في التقرير؟ أيوة فندم، بصمة كانت على الترابيزة وبصمات تانية مش واضحة. احتمال تكون لحد من الضيوف؟ كلهم بيأكدوا إن مفيش حد زارهم امبارح. احتمال السفرج يعرف حاجة، ده أول واحد هستجوبه. اندهولي. حاضر. صباح الخير يا سعادة البيه. صباح النور. اسمك بالكامل؟ اسمي حسن فتح الدهشان، من مواليد أطفيح مركز جيزة. من أمتى بتشتغل سفاجي عند أدهم منياوي؟ من 3 سنين ونص. ومستريح في الشغل هنا؟ الدنيا كلها شقة بيه، إنما كله كوم وتعب، المرحوم لوحده كوم. وإيه اللي مصبرك؟ مرتب كويس وبحوش منه. كنت بتشتغل فين قبل كده؟ بيوت كتير، اخرهم عند الدكتور توفيق محمد الجراح الكبير. وسبته ليه؟ لقمة العيش بتنادي صاحبها بيه، ومحدش عارف نصيبه فين. بص المسدس ده، شفته قبل كده؟ ماله ده بيه؟ حقيقة يعني مقدرش أقول. أدهم بيه عنده مسدسات كتير، بس أنا ما بفهمش فيهم، مقدرش أقول بتاعه ولا لأ. يا بيه، بقولوا إن أدهم بيه كان دايما بيشيل سلاح، الكلام ده صحيح؟ أيوة بيه، هو غاوي كده حتى في ليلة زي دي، جو وحش والدنيا معتمة بالشبورة، يشيل مسدس ليه؟ ومتعود. امتى اخر مره شفته فيها ده؟ امبارح بالليل قبل ما انام شقرت عليه وسالته ان كان عاوز حاجه وطلعت نمت. ما عرفتش امتى دخل نام؟ لا يا بي. هو البي متعود يقضي طول الليل على كرسيه هنا،
والصبح الساعة 6 أجيب له الشاي وأوصله بالكرسي بتاعه لغاية الحمام يحلق دقنه، وبعدين يخش ينام ويصحى على الغدا. يقعد صاحي طول الليل يعمل ايه؟ اهو يقرا كتاب، يسمع اسطوانه. باب البيت سبته امبارح مفتوح ولا مقفول؟ قفلته بايدي يا بيه، ودي ليله اتساب فيها الباب مفتوح. المهم، ما سمعت الصوت رصاص بالليل يا حسن؟ لا بيه. مش غريبه دي؟ اصلي اوضتي فوق خالص والناحيه التانيه من البيت. طيب افرض ان ادهم بيحتاج حاجه في اي وقت يندهلك ازاي؟ في جرس بيرن عندي. وفي الليله دي ما ضغطش على الجرس؟ لا، اكيد لو كان ضرب الجرس كان رن عندي وكنت صحيت على طول. اصل صوته مزعج قوي يا بيه. الو. ايوه يا فندم، موجود. تليفون عشانك يا فندم. الو. كمال بتعمل ايه هنا؟ وايه اللي في ايدك ده؟ ده مسدس بتاع ابي ادهم. لا ده بتاعي. طب سيب كل حاجه مكانها وبطل لعب. انا مش بلعب، دي حاجتي. ابي ادهم مات وكل حاجه بتاعته بقت بتاعتي. ايوه كل حاجه بتاعتك الا المسدسات. والمسدس ده كمان بتاعي. وبعدين يا كمال قلت لك سيب كل حاجه مكانها، مش عايز اقول الكلام مرتين. انت ما كنتش تقدر تقولي لابي ادهم يسيبه، اشمعنى انا؟ عشان انت اطيب من ادهم. انت بتسمع الكلام وكل الناس بتحبك، انما ادهم ما كانش في حد بيحبه. اي حد يشيل حاجات زي دي الناس ما تحبوش، تكرهه. فاهم؟ فاهم. المسدس اهو خديه. برافو عليك يا كمال. يلا بقى انزل لسعاد، يمكن تكون محتاجاه لك. محتاجاه لي انا؟ طبعا، مش انت راجل البيت دلوقتي؟ يلا وريني بقى. هنزل لها على طول حالا. ادخل. انا جيت يا ابله علشان اقعد معاك. تعال يا كمال. ايه اللي بتعمليه ده؟ انت مسافره؟ حاجه زي كده. حاجه ايه؟ انت هتسيبيني هنا لوحدي يا ابله؟ لا يا كمال، هسيبك مع ماما ومع نوال وانا هرجع بيتنا يا كمال، وتبقى تيجي تزورها. لا انا مش هسيبك تمشي، انا دلوقتي بقيت راجل البيت ومش هسمح لك تمشي من هنا. لا يا كمال، انت خلاص مبقاش عليك خوف، محدش يقدر يدخلك المستشفى. عايزني في ايه بقى؟ لا انت لازم تفضلي هنا يا ابله، ما تمشيش، ولو عايزه تمشي خديني معاك. انا بخاف منهم يا ابله، دول عاوزين يدخلوني المستشفى، انت عارفه كده. كلهم بيحبوك يا كمال، واللي بيحب حد بيبقى عايزه جنبه مش يبعدوا عنه. وانا عاوزك تفضلي معايا يا ابله، اصل انا بحبك قوي يا ابله. انا كمان بحبك قوي يا كمال. طب تعالي بقى نقعد مع البوليس، اصل انا عاوز اتفرج عليهم. دي معلومات خطيره جدا، حاول رغم ان ده قانونا مش سليم. المهم نوصل للحقيقه. واضح ان قضيه غامضه قوي. انا لغايه دلوقتي ما قدرتش اكون وجهه نظر في افراد البيت، ولسه تقرير الطبيب الشرعي. هكون على اتصال بسيادتك يا فندم. مع السلامة. في ايه يا فندم؟ هشرح لك كل حاجة بعد ما اخلص الاستجواب. طب ممكن اعرف مين كان بيتكلم مع حضرتك؟ سيادة اللواء شخصيا. بخصوص القضية دي؟ ايوه. قد كده مهمة؟ واضح ان القضية دي فيها مفاجآت ملخبطة. انا عاوز اسجل الممرضة. حالا يا فندم. ده للست نوال الممرضة. حاضر يا فندم.
حاولت اتصل بالعقيد رمزي نجيب، محدش بيرد عنده في البيت. زمانه جاي في السكه، ده حتى ما راحش مكتبه. هو حضرتك قلت انه جاي؟ هاي عرفت منين؟ هي دي مرض ادهم؟ ايوه يا فندم. موقفها صعب، عندها الدافع لارتكاب الجريمه. مين اللي معاها ده؟ ده اخو القتيل. تعرفي خط مين ده؟ لا. متأكدة؟ ايوه فندم. التاريخ ده بيفكرك بيه؟ ده عيد ميلاد سعاد هانم. والعلاقة بين التاريخ ده وبين كلمة الانتقام؟ متهيألي ده كان تاريخ حادثة عربية أدهم بيه. متهيألي أنت كنت موجودة هنا في البيت وقت الحادثة دي، مش كده؟ أيوة فندم. إيه معلوماتك؟ كان أدهم بيه سايق العربية في شارع رئيسي، فجأة خرج طفل صغير من بيت وعدى الشارع وهو بيجري، فما قدرش أدهم بيه يتفاداه. كان سايق بسرعة؟ لا. عرفت منين؟ ده اللي اتضح من التحقيق. هو اللي قال كده مش كده؟ دي الحقيقة يا فندم، وكان في شاهد على كده، الممرضة اللي كانت معاه في العربية، عشان كده حفظوا التحقيق واعتبروه مش مسؤول عن الحادثة. إنما أبو الولد كان ليه رأي تاني. طبيعي جدا يا فندم، صاحب مصلحة. أنت مقيمة في البيت هنا بصفة مستمرة؟ أيوة. هنحتاج ندردش حوالين الحادثة الأخرانية يا ست نوال. تحت أمرك يا فندم، بس الحقيقة أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس مكسوفة. لا أبا يا فندم، تحت أمرك. أدهم بيه اتقتل بمسدسه؟ ده اللي هنعرفه، إنما الواضح الشخص اللي ارتكب الحادث اصطدم بالزائر اللي اسمه أسامة قدام الباب، وكان من نتيجة الصدام ده إن المسدس وقع من إيد القاتل، واللي كان موجود في المكان مسدس واحد. ده تقديري، تقدر تفضلي يا ست نوال. هانم كانت عايزة تقابل حضرتك. مفيش معنى، خليها تفضل. ست نوال، ما حد زاركم امبارح خصوصا بعد الظهر؟ امبارح؟ لا امبارح ما حدش جه خالص. شكرا. ايه رايك فيها يا فندم؟ واضح انها بتحب العيله دي قوي، مش ممرضه بتشتغل عشان تكسب فلوس. اتفضل يا فندم. الباقي في حياتك يا هانم. في حياتك الباقي يا بيه. فوزي بيه رئيس المباحث. قول لي يا ابني، وصلتوا لإيه؟ عرفتوا مين اللي درب ابني؟ إحنا لسه في البداية، إنما حضرتك اطمني. من فضلك اتكلم بصوت عالي شوية، أنا ما بسمعش كويس. حاضر يا فندم، بقول لحضرتك اطمني. الولاد قالوا لي إن الراجل اللي هدد أدهم هو اللي ضربه بالرصاص. إحنا بنعمل تحرياتنا وإن شاء الله هنعرف كل حاجة. أصل الضنا غالي، أنا سمعت وقتها إنه هدد أدهم قدام ناس كتير، بس إيه اللي خلاه يستنى المدة دي كلها؟ ده الزمن بينسي كل حاجة حتى الضنا. ده اللي محيرني، في ناس تصبر كتير لكن عمرها ما تنسى الأسية. المرحوم أدهم ما جالوش جواب تهديد أو مكالمة تليفونية؟ لا ما حصلش. يمكن جاله ما جابلك السيرة. ادهم ما كانش يخبي حاجة ابدا، ولو كان ده حصل
كان عامل منها حدوته وحكاها لكل الناس. يعني ما كانش خايف من تهديد الراجل؟ ادهم ما كانش بيخاف من حاجه ابدا، كان بيع الدنيا. وقت حادثه العربيه ما حاولش يراضي ابو القتيل بفلوس؟ حاول يا ابني، ادهم ما كانش بخيل، انما الراجل مرضيش، ما قبلش عوض. انا عرفت وقتها انه ما كانش عنده غير الولد ده، حتى مراته كانت ماتت. مسكين، ربنا يصبره. انما ادهم كان بريء، الحادث قضاء وقدر. بقول قضاء وقدر. انا سمعتك. اسكتي، يا ترى ليك راي تاني؟ ادهم كان بيشرب ويومها كان شارب. قصدك انه كان مسؤول عن الحادث؟ ايوه، انا كنت متاكده انه مسؤول عن كل اللي حصل. انما هو طلع براء. لا، اللي ينقذه ويشهد معاه. ده كلام خطير. اهو كلام، لا حيقدم ولا حيأخر، وكل حاجة خلصت خلاص، وكل حي خد نصيبه. امبارح سمعت صوت بالليل؟ ما انا قلت لك يا ابني ان انا سامعه تقيل شوية، ولولا الدوشة اللي عملوها جنب اوضتي انا ما كنتش حسيت بحاجة. حتى لما نزلت هنا ما كنتش واخدة بالي من حاجة، لحد كمال ما قال لي. كمال ابنك الصغير ولا ليكي ولاد تانيين؟ كمال مش ابني، ابن واحدة تانية كان اتجوزها المرحوم بعد مني، ولما ماتت امه جه كمال عاش معانا هنا وبقى زي ابني بالظبط. ما هم اخوات. انا شفت دلوقتي، كان في الجنينة مع مدام سعاد. اكتر واحده بتعطف عليه وبترعاه كانه ابنها او اخوها الصغير. انا اسف ان تعبتك باسئلتي، خصوصا في الظروف دي. انا كنت عايزه اقول لك انه ادهم ابني صحيح، لكن مش معنى كده ان انا كنت موافقه على تصرفاته او مش شايفه عيوبه، انما كنت بعذره. ظروفه كانت وحشة. أدهم قبل الحادثة اللي شلته حاجة، وبعد الحادثة حاجة. الصحة لما بتروح، وخصوصا في سن صغير، بتغير حاجات كتير قوي جوه البني آدم. هو كان سعيد مع مراته؟ يعني كانوا كويسين. أنا في عندك أسئلة تانية؟ دلوقتي لا، تقدري حضرتك تتفضلي. مش قلت لك ارتاحي شويه؟ انا طالعه فوق دلوقتي، بس قول لحسن يعمل قهوه وشاي للظباط اللي جوه. حاضر يا ماما. ابقي تعالي لي فوق يا سعاد، انا عايزاكي. حاضر يا ماما. الاحتمالات زاد بالنسبة لتهديد أبو الطفل الأدهم، إنما إزاي قدر يدخل البيت من غير حد ما يشعر بيه؟ نادي بسيطة، إذا كانوا ما سمعوش صوت الرصاص إلا بالصدفة هيسمعوا صوت باب ينفتح. ثم في احتمال إن أدهم هو اللي يكون فتح الباب بنفسه، واحتمال أكبر إن حصل مشادة بينه وبين القاتل، وده يبرر لنا إزاي أدهم اتقتل بمسدسه. احتمال كبير يا فندم، عشان كده عاوزك تتصل بسرايا نيابة اسكندرية، عاوز نسخة من ملف قضية القتل الخطأ بتاعت أدهم. حاضر يا فندم. ألو؟ إدارة المباحث؟ أنا الرائد علاء فهمي.
كان لينا طلب بخصوص ال. شكرا يا حسن، جت في وقتها. اي خدمه يا فندم؟ ايوه، كنت عاوز اقابل كمال. لا بلاش النهارده يا فندم، اصل اعصابه تعبانه واكيد الحادثه اثرت عليه. معلش دي اجراءات لازم ننتهي منها. بتهيألي يا فندم يكون احسن لو حضرتك بعت جبت الراجل اللي هدد ادهم بيه، ده ارحم من ان اهل البيت يتعبوا اكتر من كده، كفايه اللي هم فيه. يا ست نوال انا عاوز اكلم كمال. مش عارفه اذا كنت هلاقيه ولا لا، يمكن يكون خرج. انا هجيبه. من فضلك ما تضايقش الولد، اصل اعصابه تعبانه. هو عنيف الطبع للدرجه دي؟ بالعكس، ده شاب لطيف قوي، انما الكلام عن حوادث القتل مش مناسبه لحالته العقليه. اللي زي كمال بالتخلف اللي عنده مجرد طفل صغير. ما تخافيش، انا عارف شغلي كويس، احنا جايين نسال ناس مش نحاكمهم. تعال يا سعاد. ايوه يا ماما، عايزاني في حاجه؟ انا سمعتك امبارح وانت بتتخانقي مع ادهم. امتى؟ بعد الغدا. انا ما حبيتش اتدخل بينكم، حقيقي ادهم ابني، بس ما كنتش اقدر ارغمك تعيش معاه اكتر من كده، بس كان لازم تعذري يا بنتي. أنا استحملته كتير يا ماما. معلش، النصيب. أدهم خلاص راح وبقيتي حرة وهتعملي اللي انت عاوزاه. سامحيني يا ماما، اللي حصل ده إرادة ربنا، بس اللي كنت عايزة أقوله لك بلاش تقولي لهم حكاية الخناقة. ليه؟ اسمعي نصيحتي، أنا أكبر منك وأفهم أكتر منك، أول واحد هيفكروا فيه هو أكتر واحد هيستفيد، وإنتي هتستفيدي بموت ابني، هتورثي وهتبقي حرة وهتلحقي شبابك. خلي بالك من نفسك يا سعاد. تحت أمرك يا ست العقيد، هنفذ كل حضرتك قلته. تحب تكلم فوزي بيه؟ في انتظارك يا فندم. حضرتك عاوزني؟ ايوه كمال. خلاص قبضتم على القاتل؟ كمال جاوب بس على الحاجات اللي هيسألك عليها البيه. هجاوب على كل حاجة، بس أنا كمان عاوز أسأله. أقدر؟ تقدر يا كمال. أنا حسنة مع كمال. أنا بحب أستجوب كل واحد لوحده. متهيألي إن دي أول حاسة تشوفها يا كمال. الضباط النهاردة كانوا بيدوروا على الدم. وأنت بيعجبك منظر الدم؟ أوي، أنا بحب الدم أوي، منظره حلو ولونه أحمر. أبي أدهم كان بيضرب العصافير بالبندقية وأنا أجري أجيبه. مش حاجة تضحك إن أبي أدهم يتضرب بالرصاص زي ما كان بيضرب بالعصافير. فعلا حاجة غريبة قوي، بس انت اتضايقت للي حصل لأدهم؟ لا ما اتضايقتش، بس انا متهيألي انك انت بتحبه. بحبه؟ لا ما بحبوش، مفيش حد هنا بيحب ابي ادهم. ولا حتى مراته؟ ابله سعاد؟ لا ما بتحبوش،
دي حتى كمان كانت بتقف معايا ضده. ليه؟ انتوا كنتوا دايما بتتخانقوا؟ هو اللي كان دايما يتخانق، اصل ما كانش عاوزنا اقعد هنا. امال عايزك تقعد فين؟ كان عاوز يوديني المستشفى مخرجش منها خالص، وكان بيقولي ان قبل ساعات هتبقى تروح تزورني هناك. انا مش عاوز اتسجن، انا عاوز اقعد مع الناس واخرج واتفسح. انما دلوقتي ما حدش يقدر يوديني المستشفى، مش كده؟ ايوه يا ابني، بس هو كان عاوز يبعدك ليه؟ قبل ساعات بتقولي ان هو كان بيعمل كده بس علشان يضايقني، وانها مش موافقه على كده. انا بحب قبل ساعات قوي، هي اكتر واحده بتحبني في البيت ده. فاكر يا كمال الحادثه اللي عملها اخوك ادهم؟ اه، ده كانوا هيقبضوا عليه ويحطوه في السجن. ياه. اه، في اليوم ده كنا بناكل سمك، وبعدين رجع هو والممرضه وكان بيضحك. بيضحك بعد ما قتل الطفل؟ اه، وادى الممرضه فلوس علشان هي اللي خرجته. قبل سعاده هي جت. جيت في وقت غير مناسب؟ لا ابدا يا هانم. كمال مجهد قوي والممرضه خايفه عليه، اصل الدكاتره منبهين علينا ما نسيرش اعصابنا. كنا بنتكلم عن حادث العربيه اللي عملها المرحوم جوزك، وانا حكيت لهم عليها كلها يا ابله. حضرتك فاكره الحادثه طبعا. كمال بيقول ان ادم بيه رجع هو الممرضه واداها فلوس عشان الشهاده الزور. في الحقيقه انا مش فاكره حاجه من الكلام ده. ازاي يا ابله نسيتي لما ابي ادهم قال ايه اهميه طفل صغير زي ده؟ زاد ولا نقص في الدنيا الزحمه دي؟ بعد اذنك يا فندم. لحظه واحده يا سعاده. أرجو حضرتك تكوني فاهمة كويس أهمية إننا نعرف حقيقة الحادث. في إنسان دلوقتي حصدر أمر بالقبض عليه وحتهمه قتل جوزك. كل خوفي إن يكون بريء. أنا مش عارفة أقول إيه. أنا أعصابي متوترة جدا. أنا فهمت من كلام حماتك فاطمة هانم إن في احتمال كبير إن المرحوم أدهم وقت حادث العربية كان تحت تأثير مادة مسكرة. ايه رايك؟ احتمال. يعني ايه احتمال؟ يعني ادهم كان ممكن يعمل اي حاجه. حضرتك شفتي ابو الطفل؟ لا، انا ما رحتش التحقيق. بيقول انه هدد جوزك اكتر من مره. ايه معلوماتك؟ اي انسان مكانه كان يهدد او يصور. ده ابنه الوحيد وقعد المدة دي كلها وما انتقمش. دي الملحوظة الوحيدة اللي مخلياني اتردد في إصدار أمر بالقبض عليه وإحضاره، لأنه طول المدة اللي فاتت دي ما حاولش يتحرش بأده. أنا لو في حد بكرهه وعاوز أأذيه أستناله واستخبى والمسدس في إيديا وفجأة. اسكت يا كمال، اسكت بقى. انت زعلت مني يا أبلة؟ لا ما زعلتش يا كمال، بس أنا تعبانة، أعصابي تعبت قوي. أنا آسف يا مدام سعادة على إزعاجك. تقدر تفضلي أنت وكمال. متشكرة قوي. يلا يا كمال. يا رأيك دلوقتي يا علاء؟ أنا رأيي نؤمر بضبط وإحضار والد الطفل فورا. الشكوك كلها حوالين لحد اللحظة دي. وسعاد مرات القتيل؟ ما أعتقدش يا فندم. انطباعي عنها إن شخصيتها بعيدة قوي عن ارتكاب جريمة قتل. الجريمة مش بالشكل ده يا علاء. الزوجة دوافعها قوية. أنا مش شايف دافع مباشر يا فندم. كونها مجرد زوجة شابة لراجل عاجز بيسيء معاملتها، متهيألي ده الدافع قوي. لو كانت عاوزة تنفصل عنه كانت أقامت دعوة ضده، ومتهيألي أي قاضي ممكن يحكم لها بسهولة.
ولو مات الزوج يبقى أرملة مش مطلقة، وأرملة سرية كمان، بتهيألي برضو ده دفع قوي. احنا انتهينا من استجواب كل المقيمين في البيت دلوقتي يا فندم، بتهيألي نتحرك من هنا بقى. في واحد عايز حضرتك بره يا فندم، واد اسمه. خليه يدخل. وسامة بدر الدين، متهيألي ده الشخص اللي ناقصنا كده، يبقى استكملنا التحقيق المبدئي. السلام عليكم. عليكم السلام. سيادة العقيد، كويس ان حضرتك جيت، ده احنا محتاجينك قوي في القضية دي، ده انا اتصلت بيك في البيت وفي المكتب. معلش، كان في حاجات مهمة جدا لازم اعملها. انا فهمت من الكارت اللي جالي انك مش عاوز حد يعرف صفتك الرسمية. هو الكارت ده بتاع حضرتك؟ ايوه، ما هي دي مكالمة سيادة اللواء. انا مش فاهم حاجة. انا جبت لحضرتك ملف قضية حادثة العربية. ده مستند مهم قوي، هيوفر وقت كبير. قضية كبيرة يا أسامة بيه، هتحتاج مجهود ضخم. فعلا، ده نفس انطباعي عنها. عيلة غريبة، كل أفرادها بدون القتيل حتى أمه، واضح إنه إنسان غريب. حاولت أفكر بأسلوب حضرتك، إنما حتى نظرية الاحتمالات صعب نطبقها في القضية دي. ليه؟ لأن المتهم الأساسي غايب عن مسرح الجريمة. سيادة رئيس النيابة هيصدر أمر بالقبض عليه وإحضاره لسرايا النيابة النهاردة. ما هو خلاص وصل. حضرتك جبته مع ملف؟ أنا المتهم المطلوب ضبطه وإحضاره. حسن، الهانم الكبير عايزة فنجان قهوة. طيب بس بعد ما اعمل قهوة الضيف. هو في جيف جم؟ ايوه، الراجل بتاع البارح ده. انا عارف الراجل ده جالنا منين. الراجل ده انا بشك فيه. بتشك فيه ازاي؟ اصلها حاجة غريبة قوي، الكلام اللي قاله ده ما يدخلش دماغي. بقى عربيته تقع في حفرة قدام بيتنا بالزيت، في الوقت ده تحصل جريمة قتل ويدخل البيت وفي ايده مسدس. معقول؟ معقول كل دي مجرد صدف؟ ما هيكون ايه يعني؟ مش عارفة يا حسن. طب لو في أي حاجة كان رجع دخل البيت تاني ليه؟ ما هو ده اللي محيرني. إلها يا حسن، إلها وفرت. لحظة دخول البيت حسيت برهبة شديدة، كان في حسن سادسة بتحاول تمنعني من الدخول. ساعتها اندهشت للجو الرهيب اللي مسيطر على المكان، ولقيت صورة أدهم متعلقة قصادي. عرفته فورا، حسيت إن كابوس بدأ يطاردني. ليه خليني أدخل بيت أدهم بالذات وهو مقتول؟ أنا آسف، الكلام اللي بتقوله ده مجرد تحقيقات. أنا حكي في التحقيق إنك دخلت البيت صدفة، إنما الصدفة ملهاش دخل بالقانون، وأنت أدرى. هتوجه اتهام بالقتل لرئيس وحدة مباحث؟ القانون بيطبق على الجميع، وأولهم الناس المشرفين على القانون وتطبيقه. أيوة، بس القضية دي في دايرة رمزي بيه. رمزي بيه مشتبه فيه في القضية دي، وفي إجراء وقفه على العمل لحين الانتهاء من التحقيق المبدئي واستوضاح موقفه. ده مش ممكن يا فندم. اهدى علاء من فضلك، اهدى. القانون لازم كلنا نحترمه، أنا هنا مجرد متهم. المهم عندي دلوقتي ازاي اثبت براءتي. انا عارف ان موقفي صعب في القضية، لكن انا واثق من براءتي. النقطة الاولى اللي ضدك وجودك في مكان الجريمة ساعة وقع الحفرة اللي وقعت فيها العربية، مجرد حادث عرضي ممكن تدبيره بسهولة. انا معاك في ده. دخولك مكان الجريمة بالسلاح اللي ارتكبت بالجريمة قرينة ضدك يا فوزي بيه. انا قلت لحضرتك من لحظة انه انا داخل هنا كان في واحد خارج من الباب دوت اتخبط فيا وقع منه سلاح الجريمة وهرب. الرواية دي ضعيفة لسببين. السبب الاول ان المسدس معلهوش بصمات غير بصماتك انت. احتمال انه كان لابس جوانتي. احتمال.
مجرد احتمال زي ما انت بتقول بلسانك. السبب الثاني ان مفيش اثار اقدام على الارض الموحله بسبب المطر غير اقدامك انت. ايه رايك يا حضره الضابط؟ محتمل ان تكون المطر شوهت الاثر وازالته. احتمال واهي، انما اثار اقدامك فضلت باقيه رغم هطول المطر. رمزي بيه لا يمكن يرتكب جريمه بالشكل ده. لا، انا بعتمد على الحقائق، مش عاوز انفعالات. فوزي بيه، انا كلمت سياده لواء واعتقد ان هو اتصل بسيادتك. انا كل اللي طالبه حاجه واحده بس، اذا سمحت مش عايز اي حد في البيت هنا يعرف صلتي بالقتيل، وانا واثق ان شاء الله الريحه تجيب لنا اخبار جديده عن الجريمه دي. انا ما بعتمدش على الريح، انا بعتمد على الحقائق. انا هديك فرصه لاثبات براءتك، ان براءتك مرتبطه بظهور القاتل الحقيقي. انا ليا طلب عند حضرتك وعند علاء. انا تحت امرك يا سيد. من فضلك، انا عايز يفضل اسمي هنا لدى الاسره ولدى كل اطراف القضيه اسامه بدر الدين. اهلا اهلا، هادي بيه، اتفضل. ازيك يا حسن؟ اندهالي سعد هانم. بس ادخل القهوه للجماعه اللي جوه، اندهالك هوا يا بيه. سيب القهوه هنا واطلع اندهالي. امرك يا بيه. انكل هادي، انت جيت؟ ازيك يا كمال؟ اتفضل يا انكل، البوليس جوه، تعالى شوفه. بعدين بعدين يا كمال. تعالى، دول جوه، تعالى. انكل هادي المحامي جه علشان يقبض على القاتل. اهلا يا استاذ هادي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. الاستاذ هادي عمار، المحامي المشهور، رائد علاء من واحد المباحث، الاستاذ اسامه اللي اكتشف الجريمه. انت جاي تدافع عن مين؟ احنا لغايه دلوقتي ما حددناش المتهم. الحقيقه انا لسه ما عنديش اي فكره خالص، انا صديق الاسره. نقول لك الباقي في حياتك يا استاذ. في حياتك الباقي. في ايه حسن؟ هادي بيه، انا ليه حامل. الباقي في حياتك يا مدام سعاد. حياتك الباقي. حضرة الضابط بيشرح لي ظروف الحادث المؤلم ده. كان قاعد على كرسي وفي جيبه ورقة، عارف مكتوب فيها ايه يا انكل؟ كمال بلاش السيرة دي، انا مش قلت لك خليك قاعد فوق؟ كان مكتوب فيها يوم الانتقام، كتب له جواب وقتله. اطلع فوق يا كمال، ولا عايز طنط سعاد تزعل منك؟ لا، انا هقعد معاكم ومش هتكلم خالص ابدا. اسمع الكلام يا كمال. خلاص خليه قاعد. الاستاذ اسامه شاف القاتل طالع يجري من باب البيت. كانت صدفه غريبه. والقاتل عرف في انهي اتجاه يا استاذ اسامه؟ الحقيقه ما عنديش فكره. هو مش هرب قصادك؟ ايوه، بس الشبوره كانت حاجبه الرؤيه وهو هرب في ثواني. انكل هادي كان بيقول ان ابي ادهم هيتقتل بالرصاص، مش كده يا انكل؟ مش فاكر ان قلت حاجه زي دي. لا قلت، بس انت ناسي يا انكل. فاكر لما كنت قاعد انت وابي ادهم في البلكونه وبتتعشوا، وبعدين ضايقك بكلامه؟ ساعتها بقى سمعتك وانت بتقول له ان في حد هيضربه بالرصاص في دماغه. ده توقع غريب قوي يا استاذ هادي، كانك بترى المستقبل. الحقيقه ادهم ضايق الناس كلها بتصرفاته وهواياته الغريبه، كان مصدر التوتر وازعاج لكل اللي حواليه. فاكره يا سعاد الجناين اللي طردوا ادهم؟ الراجل ده قال لي اكتر من مره انه في يوم من الايام لو طال ادهم هيقتله. لا،
عم غريب انسان طيب جدا، هو حمقي شويه لكن مش ممكن يعمل حاجه زي دي. لا انا ما قصدتش اتهم بارتكاب الجريمه، انما انا قصدي اوضح شعور الناس ناحيه ادهم. يا ريتني كنت جيت امبارح، كان يمكن كل حاجه اتغيرت. وهو انت كنت هتقدر تيجي ازاي وسط العاصفه بتاعت امبارح؟ الحقيقه مش بس ده السبب، انا كان عندي ضيوف امبارح على العشاء ومجموعه من زملاء المحامين جم يطلبوا مني ارشح نفسي في انتخابات النقابه. من فضل الكبريت الولاعه بتاعتي باين ضاعت. ياه دي هنا. انا ما كنتش فاكر نسيتها فين. هادي ماما فاطمه كانت عايزاك، اصلها تعبانه شويه. فعلا انا لازم اطلع فوق اعزيها. عن اذنكم انا جايه معاك. اتفضل. نوال الهانم في اوضتها. اهلا هادي بيه. اهلا بيكي، ازيك يا نوال؟ الحمد لله. الهانم نايم في اوضتها. اتفضل يا هادي. سعاد احنا مش لازم نقعد مع بعض على انفراد. انا فاهم يا هادي، بس في حاجات مهمه لازم اقولها لك. برضه مش هنا في البيت. الولاعه انا قلت انها بتاعتي. قلت لمين؟ لظابط المباحث؟ لا لاسامه. اسامه اللي اكتشف الجريمه؟ انت تعرفيه قبل كده؟ ما اعرفوش، بس هو سالني لانه لقى الولاعه جنب ادم وهو مضروب بالنار على كرسيه. سعاد نتكلم في اي موضوع تاني بعيد عن الحادثه. كل حاجه هتمر بسلام، اطمني. وبصماتك؟ اي بصمات؟ بصماتك اللي لقوها على الترابيزه وعلى الازاز. قول لي يا هادي، البصمات دي بصماتك؟ افتكر كويس. على الترابيزه احتمال تكون بصماتي. هم فاكرين بصمات الراجل اللي كان بيهدد ادم. كويس كويس، المهم ما نلفتش نظرهم. انا مضطر اسيبك، عندي معاد مهم. خليكي متماسكه، كل حاجه هتبقى كويسه، واذا احتجتيني للضروره اطلبيني في التليفون. حاضر. يلا بينا. سعاد هاني. افندم حضره الضابط كان عايز يشوف اسلحه ادهم بيه. خليهم يتفضلوا. شكرا. انا ماشي فوزي بيه، هتصل بسيادتك عشان اعرف نتيجه التحقيق. وانا في انتظار تليفونك. مع السلامه. شكرا. افندم عادي. ورايا حاجات اعملها مش فاضي. ده امر عادي. انت كدبتي عليا امبارح وما قلتيش الحقيقه. انا فهمت انك ما ارتكبتيش الجريمه، انما فاتني انك تكوني على علاقة باللي ارتكب الجريمة، مش كده؟ عشان كده لما الولاعة وقعت اتخضيتي، ولما سألتك قلتي انها بتاعتك.
من امتى وانت على علاقه بهادي؟ من مده قريبه. ما سبتيش البيت ليه وقتها؟ اسباب كتير طبعا، اهمهم مستقبل هادي وسمعته. كان من حقك تطلبي الطلاق. طلبته ورفض. ما رفعتيش قضيه ليه؟ في قانون ومحاكم. هادي قال انه هيكلمه. هو ده سبب الخناقه اللي حصلت بينهم امبارح؟ بتهيألي. ايه، ما كنتيش موجوده؟ كنت فوق نايم. انا ندمت اني فعلا ساعدتك، كنت حاسس انك بريئه، تقدرتي تخدعيني. لكن اسمعي، لو انا سبتك وقتها كان زمان كل حاجه ظهرت. انما لازم تفهمي اني حلف حبل المشنقه حوالين رقبتك ورقبته. مش هتقدر، لازم تكمل اللي انت بداته، ما تقدرش تنسحب خلاص. انت قلت اقوالك، هتغيرها ازاي؟ قلت ايه؟ مهما كانت معلوماتك عن الجريمة، فانت خلاص ملتزم بالقصة اللي انت ألفتها، لانك بقيت شريك في الجريمة وانت حاسس بكده. انت ايه؟ هي معاد أدهم إنه يشيل الأسلحة دي في الدولاب؟ لا يا فندم، ده بيعلقهم في الأوضة. ويوم الحادث؟ كان معلقهم. قصدي حضرتك إزاي دخل الدولاب؟ أنا اللي دخلتهم يا فندم. أعتقد إن الحاجات دي لازم يتقفل عليها، غلط تكون في مكان عرضة لأي إيد. علاء. إيه يا فندم؟ أجر الأسلحة دي وحرزهم على ذمة القضية. أنا هشمع الدولاب بس، لأن الوقت مش هيسمح. خلاص، شمعوا الشمع الأحمر. العشاء يا فاطمه. معلش يا نوال، ماليش نفس. لا ما فيناش من كده، ده انت ما اكلتيش من امبارح. وهتفرق ايه؟ تفرق صحتك يا ست الكل. خلاص كل حاجه راحت يا نوال. اللي مات ده ابني الوحيد اللي ضحيت عمري كله علشانه. ربنا عاوز كده. كنت دايما ادعي يجعل يومي قبل يومه. إرادة ربنا. ضحيت كتير علشانه. أبوه سابني وأنا لسه صغيرة في عز شبابي. ناس كتير طلبوا إيدي، رفضتهم. قلت خلي حياتي لابني، أساعده النهاردة يساعدني بكرة. لكن للأسف عمره ما حاول يساعدني. حب الزايد له رب فيه العند والأنانية. ظروفه كانت وحشة، المرض غير فيه كتير. انت اصيله يا نوال، ضحيتي كتير علشانه. حضرتك كنت عارفه؟ كنت عارفه كل حاجه، بس كان لازم اسكت لانك انت اللي اخترتي تضحي. وانا مش ندمانه لحد دلوقتي. انا جيت البيت ده لما عرفت انه عاجز، قلت اكيد هيحتاجني. دخلت ممرضه، وكان ممكن ادخله في يوم صاحبه لي. ادهم كان محتاج لست زيك، كان ممكن تغير حاجات كتير في حياته. انا عرفته وانا صغيره، حبيته، كان اول واخر حب في حياتي. نسيت اني فقيره وهو غني، وتعلقت بامل اني هتجوزه، وكانت وعوده ليا كتير كتير قوي. صدقته، وفي يوم سابني، واخر كلمه قالها لي الاسبوع الجاي هنتجوز. تاني يوم شفت في الجورنال صوره فرحه مع سعاد. كان بيحب تعذيب الناس. كانت صدمه كبيره ليا قوي، لكن الحمد لله
قدرت أتملك نفسي وأبدأ حياتي من أول وجديد، واتجهت للتمريض ولقيت في ألم الناس راحة لألمي، وكنت خلاص خلاص قربت أنساه. وإيه اللي رجعك تاني؟ يوم ما شفته في المستشفى وهما بيجروه على كرسي افتكرته عاجز، قلت أدويه وهون عليه عذابه، لقيته بيعذب الناس ولقيت له هنا ضحية. مين؟ ده احنا كلنا ضحيته. أكبر ضحية ليه كانت كمال أخوه. أنا تعلقت بكمال، حسيت إنه ابني اللي مجاش، قلت عوضه الحنان ونسيه أسود أخوه عليه. نوال. أيوة. أنا حسألك سؤال وترد علي بمنتهى الصراحة. أنا تحت أمرك يا فاطمة هنا. حضرتك عارفة أني عمري ما كدبت عليكي أو خبيت عنك حاجة. مين اللي قتل ابني؟ الحقيقة مش عارفة، يا ترى من جوه البيت ولا من بره؟ ألو؟ هادي؟ أنا سعاد، معلش اسمعني، عايز أشوفك ضروري النهاردة. أيوة هستناك هنا، أرجوك يا هادي اعمل أي طريقة. متشكرة متشكرة أوي. طيب هستناك. ملوش لزوم التعب ده يا فندم. يا راجل ده اقل واجب. رمزي بيه، انا عندي اخبار وحشه. في قرار وصل من وزارة الداخلية بسناد قضية أدهم لينا. ودي وحشة في إيه؟ إحنا بصراحة حاولنا نعتذر عن المهمة دي، رفضوا. تعتذروا إيه؟ ده أنا اللي طلبت كده. حضرتك؟ طبعًا يا علاء. إحنا سبق واشتغلنا مع بعض قبل كده. يعني أنت فاهم طريقتي في التفكير. يا علاء لازم تفهم إنك أنت أكتر واحد ممكن يساعدني. بصراحة يا فندم احنا عاجزين عن التفكير في القضية دي، كل الابواب مقفولة قصادنا والحقيقة فين مش عارفين. ليه؟ ايه الفرق ما بين القضية ديت ولغز اي جريمة قتل؟ القتيل نفسه يا فندم انسان مكروه من كل اللي حواليه، كل واحد فيهم بحس انه استريح بموت ادهم. خلاص نمسكهم واحد واحد. الزوجة أكبر مستفيدة بموت أدهم، هتخلص منه وهتورث مبلغ ضخم. يجي بعدها حسن السفرجي، وحدة التحريات كشفت عن وجود رصيد له في بنك. الرصيد ده حوالي 7000 جنيه. 7000 جنيه؟ حاولت تعرف تاريخ إيداعهم؟ طبعا يا فندم، دفعات صغيرة صحيح على مدار شهور طويلة، ربما بل يمكن أكيد يكون مصدرهم أدهم، إما عن طريق السرقة أو الابتزاز. برافو عليك علاء، ده فعلا دافع قوي إن يكون هو اللي ارتكب الجريمة. مش هو بس يا فندم، نوال كمان عندها دافع قوي. نوال الممرضة؟ إزاي؟ وحدة التحريات وصلت لمعلومات خطيرة، منها إنها كانت على علاقة بأدهم وفي آخر لحظة سابها وتجوز سعاد
اتجهت هي لمجال التمريض، وفي ظروف غريبة دخلت البيت على انها ممرضة الكمال. وسعاد، تعرف العلاقة اللي ما بين نوال وما بين ادهم؟ ما اعتقدش. انما تخيل حضرتك انسانة كان ممكن تبقى صاحبة البيت، عايشة فيه دلوقتي، بتأدي مهمة بأجر، وبتتعامل معاملة من الدرجة التانية. ايه اللي جبرها على كده؟ احتمال من اتنين، اما انه الحب او الرغبة في الانتقام. طيب دول ثلاثة من خمسة. الام اكيد ما عندهاش اي دافع، وبرضو الاخ رغم انه ما بيحبش ادهم لانه مجرد طفل كبير. كويس كده، ما يبقاش فاضل غير اتنين. تقصد مين حضرتك؟ هادي وانا. بالنسبة لهادي، تحليلات وحدة المباحث بتؤكد حسن سمعته، نجاحه في عمله، طموحه الكبير، والدليل على كده ترشيحه لمجلس النقابة. ده بالنسبة للعمل، انما بالنسبة لحياته الشخصية عندك معلومات عنها؟ عازب عنده صار ولا بأس بيها، كان زميل لأدهم في المدرسة، العلاقة بينهم قديمة قوي، يكاد يكون الصديق الوحيد لأدهم. الحاجة الوحيدة اللي تلفت نظري كونه عازب. حضرتك بتلمح ليه؟ وجود علاقة بينه وبين سعاد مش ضروري تبقى علاقة وحشة، جايز قوي تكون علاقة شريفة. انما تفتكر حضرتك انه ممكن يضحي بطموحه الوظيفي ونجاحه في عمله علشانها؟ في الحالة دي ما يبقاش فاضل غيري. انا بستبعد الفرض ده. غلط يا علاء، لازم تفرق ما بين احاسيسك الوظيفية وبين احاسيسك الشخصية. انا اكتر واحد في الشخصيات دي كلها معرض للاتهام. الدافع القوي واضح، كفاية انه قتل ابني. لو فيها مضايقة يا فندم ممكن اعرف الحادث كانت ظروفه ايه؟ بعد وفاة مراتي سابت لي ابني الوحيد طارق، كرست كل حياتي علشانه، الابن الوحيد اللي اتحرم من الحنان. حاولت اعوضه عن الحنان دوت بكل شيء ممكن، لحد ما جات لي ترقيه. ترتب على الترقيه ديت اني اتنقلت لمحافظه هنا. كانش سهل ان انا اخده معايا، كانش هيستحمل المناخ هناك، كان نفسي انه يستقر في حياته في مدرسته. ووصلت الحل ان هو يقعد عند اختي، المكان الوحيد اللي ممكن يلاقي فيه استقرار اسري وجو ملائم. وفعلا رحنا هناك وحب البيت. وفي اليوم اللي كنت مسافر فيه كان بيني وبين الرصيف التاني خطوات، وقفنا نودع بعض. الأب والابن، وفجأة طلعت عربية من المنحنى كانت ماشية بأقصى سرعة وصدمت طارق. في اللحظة دي قتل أدهم آخر ابتسامة في حياتي، مقدرتش أتمالك نفسي، هجمت عليه في العربية، سحبته منها وكنت ناوي أسحقه بإيدي، لكن لقيته قاعد برضه مقدرتش. نار الثورة والانتقام كانت مالية صدري. وبعد كده فوجئت بيه في التحقيق بينكر مسؤوليته، فوجئت ان هو جايب شهادة زور معاه، ما قدرتش اتمالك نفسي،
قلت له ان انا بنفسي هنفذ بعد كده العداله وهددته بالقتل. مجرد ثوره غضب؟ طبعا. ومرت الايام يوم بعد يوم، بدا الجرح يلم نفسه، استوعبت جواه القضاء والقدر لحد ما نسيت كل شيء. والاحساس ده صحي تاني يوم ما دخلت بيت ادهم ولقيته مقتول. كان ممكن ساعتها ينتهي كل شيء، لاني لحظه ما دخلت لقيت قدامي القاتل والقتيل وسلاح الجريمه. حضرتك قلت ايه؟ هو ده المشهد اللي انا شفته لحظه ما دخلت بيت ادهم. انا اسف يا فندم، دخلت من غير استئذان، الباب كان مفتوح وما كانش في حد بيرد. الحقيقه العربيه بتاعتي عملت حركه مش ظريفه قدام بيت سعادتك. ممكن استعمل التليفون؟ سعادتك ما بتردش عليا ليه؟ يا حضرت يا استاذ، ده ميت. انضرب برصاص. عرفت اللي ضربه؟ دليل كامل، سعاد هي اللي قتلت جوزها، الدافع موجود وسلاح الجريمة وانت شاهد. انا قلت اقوال مخالفة لكده. ليه؟ لان بالحاسة السادسة تأكدت ان سعاد ملهاش اي علاقة بالجريمة. حضرتك من شوية بتقول الوقائع مش الحاسة او التخمين، ده هي نفسها اعترفت. ايوه، بس انا تأكدت ان سعاد مش هي اللي ارتكبت الجريمة. ازاي؟ حاول عندك مانع نقوم بتجربة صغيرة؟ كنت واقفة فين لما ضربت الرصاص؟ واقفة فين؟ ليه؟ من فضلك جاوبيني. هناك. روح هناك في نفس المكان بالظبط. أنا مش فاكرة، وأرجوك ما تحاولش تخليني أفتكر. جوزك قال شيء أو عمل شيء دفعك للجريمة. مسكتي المسدس. الترابيزة أهي والمسدس أهو، امسكيه. المسدس فاضي، ما تخافيش.
طبعا مش ممكن تكوني مسكتيه بالبطء ده. انت خطفتي المسدس ودستي على الزناد وطلعت الرصاصة. يلا نفذي، اضربي الرصاص. ده اللي انا كنت متأكد منه. انت عمرك ما مسكتي مسدس قبل كده ولا عمرك ضغطتي على زناد. مش انت اللي قتلتيها؟ لا، انا واثق من اللي بقوله. لو ما كنتش انا اللي قتلته، عايز اعترف على نفسي ليه؟ ده اللي هعرفه. وعرفت هي بتتستر على مين؟ ما اقدرش اكذب، انا عرضت نفسي لكل الازمة ديت علشان ما نتهمش انسانة بريئة باتهام ممكن يوصلها لحبل المشنقة، فما عنديش استعداد ان انا اختار بريء علشان يتشنق. القاتل واحد من وسط المجموعة اللي انت حددتها، وكل واحد فيهم وله الدافع بتاعه. اكيد مش هيقدر يقاوم حصارك انت والنيابة. 100% في الاخر هينهار وهيعترف. سعاد هاني جاي على طول يا فندم. طيب طيب، مش هشرب حاجة يا حسن. أنا آسف يا هاديني، بعد إذنك عايز أتكلم معاك. إيه؟ عاوز حاجة يا حسن؟ أنا قلقان قوي يا بيه بعد موت أدهم بيه. تهيألي مش هقدر أكمل شغلين. دي بسيطة، أنت في ناس كتير ممكن تشتغل عندها. انت خبرتك كبيرة. ايوه، بس الظروف اللي انتهى بيها شغلي هنا ممكن تتعبني. حظك كده؟ هتعمل ايه؟ انا مش عايز اكون مزعج او سبب مشاكل في الوقت ده بالذات، خصوصا بالنسبة للست سعاد هانم. انما قصدك ايه؟ اصلي ضميري بيأنبني. انت بتكلمني بالالغاز؟ قول عاوز توصل لايه؟ ما تاخذنيش هادي بيه، أنا ضميري حساس شوية والأصول كنت قلت للبوليس، بس أصلاً أنا عامل حساب للعشرة. برضو مش فاهم قصدك. وضح كلامك. قصدي أقول يعني إن البوليس ما يعرفش الخلفيات، والخلفيات في المسائل اللي زي دي تفرق كتير، خصوصاً إني كنت صاحي ليلة الجريمة وما كنتش نايم زي ما قلت. وإيه الصلة بين كونك صاحي أو نايم بالجريمة؟ لهجتك مش عجباني يا حسن. أرجوك ما تتسرعش في الحكم عليا سعادة البيه. أنا بس عايز أقول لحضرتك إني أعرف حاجات كتيرة ما قلتهاش لحد. زي إيه؟ إمبارح كنت قلقان حبتين، ما جانيش نوم، وبالليل سمعت صوت الريح الجامد بيفتح الشباك اللي تحت أوضتي. خفت الإزاز ينكسر، نزلت جري عشان أقفله، وفي الوقت اللي كنت نازل فيه سمعت صوت رصاص. في الأول افتكرت أدهم بيه رجع لعوايده وحب يصطاد بالليل، إنما بعد صوت الرصاصة سمعت صوت البلكونة بتتفتح. نزلت جالي، لقيت واحد بيلف من ظهره وبيخرج من البلكونة وبيتدور من الناحية اليمين. وانت عارف بقى السكة دي بتوصل لفين يا سعادة البيه؟
بتوصل لبيت حضرتك. كمل كمل يا حسن. في الحقيقة الأول حسيت بخوف وقلق، خفت يكون حرامي، إنما بعد ما شفت حضرتك وتأكدت إن حضرتك اللي ماشي اطمنت. برضو مش فاهم إيه قصدك من الحكاية دي، في حاجة معينة عاوز توضحها ومش عارف؟ لا أبدا، لا، بس بسأل نفسي لو قلت للبوليس يعني إن حضرتك كنت هنا امبارح وإن أنا شفت حضرتك. أنت عارف إن الابتزاز جريمة وجريمة عقوبتها كبيرة ولا لأ؟ ابتزاز؟ ابتزاز إيه يا سعادة البيه؟ قصدك إيه بقى من الكلام ده؟ لا 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 لا، الحكاية زي ما قلت لحضرتك من الأول مسألة ضمير. ضميري تعبان قوي يا سعادة البيه ومش عارف أعمل إيه. دلني يا بيه. آسفة أوي يا هادي، اتأخرت عليك. احتمال أكلم حضرتك في الموضوع ده تاني. بعد إذنك. في حاجات كتير لازم اتكلم معاك فيها. عندك فكره انه حسن بيحاول يمارس معايا عمليه ابتزاز؟ حسن؟ ايوه، واضح انه عنده فكره كويسه قوي عن علاقتنا، وعارف اني كنت هنا امبارح وشافك. ايوه بيقول كده. والعمل؟ مش عارف، انما لازم اوصل لحل. هتديله فلوس؟ لا 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 لا، لو عملت كده أبقى بدأت معاه سكة ما تنتهيش. إنما هعمل إيه؟ مفيش حد يعرف إني جيت هنا امبارح إلا هو. إنما اللي مش متأكد منه فعلا هل هو شافني ولا بيخمن؟ وافرض قال الكلام ده للبوليس؟ مش عارف، ساعتها أقول إنه كذاب وأقول إن ما خرجتش من بيتي امبارح. وبصماتك؟ أي بصمات؟ البصمات اللي لقوها على الترابيزه. حسن لو قال اي حاجه حلفت نظرهم، واكيد حكتوه بصماتك. فعلا فعلا فعلا، بس ساعتها هقول واعترف اني جيت قابلت ادهم واتكلمت معاه وكده يعني. ومشيت وهو سليم. يا سلام يا سلام يا سعاد، كل حاجه عندك بالبساطه دي. انت عارفه الوضع ايه؟ اي شوشره في الموضوع ده ممكن تضيع من الانتخابات. ثم ايه اللي خلاك تحط الورقه دي تجيب ادهم؟ لو اكتشفوا ان البصمات مش بصمات ابو الطفل اكيد هيفكروا بطريقه تانية. دي ما كانش فكرتي انا، دي فكره اسامه. اسامه؟ اسامه اللي صنع الدليل ده؟ ايوه. يعني ما اتخبطش فعلا بالقاتل؟ لا، ده حاول ينقذني. ينقذك من ايه؟ كنت هعترف ان انا اللي قتلت ادهم. وايه اللي جاب اسامه وقت ارتكاب الجريمه؟ ما عرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ السما انفتحت ونزل لك اسامه ده منها؟ ده اكيد كان شريكك في ارتكاب الجريمه. بتقول ايه؟ يا غيتا؟ في النهايه بتقول شريكي انا في ارتكاب الجريمه؟ انا اللي ارتكبت الجريمه دي يا هادي؟ انا واثق ان كان قصدك ما تقتلهوش. ده هتحاول تقنع نفسك ان انا اللي قتلته؟ سعاد، خلينا امناء مع بعض. انت بتكلمي هادي، هادي مش وكيل النيابة أو ضابط المباحث. أنت عارف كويس أوي إن أنا ما قتلتوش. أمال مين اللي قتله؟ أنت تقصدي إيه؟ أوعى يكون قصدك إن أنا اللي قتلته. أنا سمعت صوت الرصاص، وسمعت صوت واحد بيجري من بلكونة في نفس الاتجاه اللي أنت بتروح منه. نزلت لقيت أدهم ميت. لا يا سعاد، أنا ما قتلتوش.
انا كنت جاي امبارح علشان اتفق معاه على اجراءات الطلاق، ولما وصلت البيت سمعت الرصاص، دخلت لقيت هدهم ميت. فكرت انت اللي عملت كده، ما كانش في قدامي حد غيرك افكر فيه. لا مش ممكن، اللي بسمعه ده مش ممكن. انا هتكلم. هادي بص هناك، ادهم ادهم ادهم. بعد اذنك يا بيه، هو في اسئله تاني؟ احنا افتكرنا التحقيق خلص امبارح. التحقيق ما انتهاش يا نوال، ومش هينتهي الا بالقبض على القاتل. احتمال يكون مجهول. لا يا استاذ هادي، القضيه دي بالذات الفاعل فيها مش مجهول. يعني حضرتك تعرفه؟ تقدر تقول لنا عليه؟ كل حاجه هتعرف وقتها. انا احب اكد لكم القضيه دي مش هتنتهي بفعل مجهول، لان الدافع واضح والانتقام. وليه ما يكونش السرقة؟ سرقة؟ لا، لأن ما فيش حاجة اتسرقت، إنما الابتزاز ممكن. ممكن يكون أدهم وقع في إيدين واحد مبتز ابتزه لحد ما لقى فرصة إنه يتمكن منه أو يبلغ عنه فقتله. إيه رأيك يا حسن؟ مش معنى أبي اللي هقول رأيي، يعني صدفة. كل شيء جايز. وفي احتمال تاني ان حد يكون بيكره ادهم فقتله، مش كده يا مدام سعاد؟ انا ما قتلتش ادهم، ما قتلتوش. انا ما واجهتلكيش اتهام لحد دلوقتي. انما هتتهمني؟ احتمال، مجرد احتمال. سعاد ما تنفعليش. وفي احتمال تالت، قصه قديمه، حساب قديم بيتصفى، وده احتمال قوي. قال ايه يا نوال؟ ده الموقف كله يا فاطمه هانم. انما احب اطمنكم ان انا النهارده هقول لكم مين القاتل. تقدري حضرتك تطلع على السريح. متشكر قوي يا ابني. تفضلي يا ستي هاني، تفضلي. حسن. ايوه، انا عاوز اكلمك. تحت امرك. عاوز اكلمك تاني على المسدس. تقدر تحدد بالظبط اذا كان دم مسدس ادهم ولا لا؟ ما اقدرش يا بيه. أدهم بيه كان عنده مسدسات وطبنجات كتيرة من كل شكل ومن كل نوع، بس هو كان محرج على أي حد يقرب منها. بتفضل. وانت يا نوال؟ شكرا يا المسدس ده اللي لقيته قدام باب البيت. ايوه يا فندم. وعرفت منين انه سلاح الجريمه؟ ما كانش في غيره في المكان. المسدس ده بتاع ادهم يا هادي؟ ادهم كان قصاده مسدس، وده اللي لقوه يبقى هو.
وعرفت منين ان كان قصاد المسدس؟ انت شفته اول امبارح؟ لا ابدا، بس ده اللي سمعته من سعاد ومن كل الموجودين. تقرير طبيب الشارع بيقول ان المسدس ده انطلقت منه رصاصة واحدة اول امبارح، بس مش هي اللي قتلت ادهم، العيار مختلف. علاء، عاوزك تحصر لي اسلحة ادهم وتراخيص الاسلحة. ايه ده؟ ايه اللي ماسكه في ايدك ده؟ انا مش ممكن استنى في البيت ده ساعة واحدة بعد كده. انت جننت؟ ما شفتيش السيد ضابط المباحث بيعمل معايا ايه؟ ده عايز يوصل للقاتل بأي طريقة. بالطريقة دي تبقى هتثبت التهمة على نفسك. وانا كمان مش عايز ابقى كبش فدا يا ست نوال. بقولك ايه؟ المباحث مش هتفضل معانا على طول، احنا كلنا لازم تكون اعصابنا قوية. يلا دخل الشنطة جوه. يلا. حاضر يا ست نوال، حاضر. انما انا هعرف اخد حقي كويس، مش ممكن اي حد هيقدر يمس شعر في راسي. فوزي بيه، انا عايز اتكلم مع حضرتك على انفراد. تحت امرك، تفضل يا مدام سعاد. ممكن سعاد تفضل. انا حساس يا فندم، حصلنا حضرتك بره. تفضل. في حاجة كنت احب اقولها لحضرتك. امبارح كلنا كنا متوترين، الموقف كان صعب. ادهم كان صديقي، واللي اصاب اسرته اصابني. من غير مقدمات يا استاذ هادي، في بصمات لسه ما استدلتوش على صاحبها، واظن يهمكم تعرفوا بصمات مين. احتمال تكون بصماتي. انت كنت هنا اول امبارح؟ ايوه. وقابلت مدام سعاد؟ لا انا ما قابلتوش. قابلت ادهم؟ انا متعود اعدي على ادهم كل يوم تقريبا بعد العشاء، بيته قريب وبتمشى على رجلي. قابلته؟ ايوه، بس كان متضايق وحالته النفسية سيئة، وعلشان كده ما قعدتش معاه كتير. والكلام ده كان الساعة كام؟ يعني عشرة ونص حوالي كده. حصل بينكم خلاف؟ مشادة مثلا؟ اختلاف وجهة النظر؟ ابدا، انا جيت بس عشان اقول لحضرتك ده بخصوص البصمات. انا عندي ميعاد مهم جدا في مكتبي. انا كمان ما احبش اخرك عن مواعيدك، بس عايز حاجه مهمه بعد الظهر، تجيب لي بيان بتحركاتك ليله الجريمه. انت نسيت ان محامي طلبك ده معناه اني مشتبه فيا. احنا بمرحله كل الموجودين مشتبه فيهم. انت متاكده يا مدام سعاد انك ما قابلتيش الاستاذ هادي اول امبارح؟ انا في الحقيقه يعني ما اظنش ان مدام سعاد عندها استعداد لاي اسئله دلوقتي. وحضرتك اللي بتحدد ده؟ انت نسيت ان المحامي بتاعها. طب انا هاجل سؤالها عشان ما اخرجش عن مواعيدك يا استاذ هادي. أنا يا فندم؟ أيوة يا ابني، تعالى أنا عايز أتكلم معك شوية. تحت أمرك. أنا مش عارفة أبتدي منين. أنا عاوزك تساعدني. أساعدك إزاي؟ انت راجل ذكي وجيتنا من غير ميعاد. حقيقي انا معرفش عنك حاجه، لكن حسيت اني بستريح لك. عاوزك تعتبرني زي امك، او انا اعتبرك زي ادم اللي لسه دمه سخن. انا في خدمتك يا هانم، وامري. لحد امبارح كان ممكن اصدق انه في حد غريب قتل ابني،
الراجل بتاع الحادثة كان ممكن نار فراقه لابنه تخليه ينتقم من اللي قتله. الحاجات دي بتحصل كل يوم في الدنيا اللي احنا عايشين فيها، مش كده؟ ايوه هانم، بس مش هو اللي قتل، اللي قتل واحد من البيت. مين هو؟ في اتنين انا متأكدة من براءته. سعاد ما قتلتش ابني ولا نوال، انا شفت الاتنين مع بعض في وقت الحادثة بالظبط. احتمال ان سعاد هانم ما تكونش هي اللي ارتكبت الجريمة، انما تفتكري حضرتك ان ملهاش علاقة باللي حصل؟ تفتكري انها ما تعرفش مين القاتل؟ انا فاهمة انت عايز تقول ايه، قصدك انه سعاد شريكة مع هادي وهادي هو اللي قتل ابني. يعني الحقيقة انا فكرت ان هادي ما قتلش ابني، هادي كان صاحبه. ايه اللي خلى حضرتك متأكدة قوي كده؟ القصد، انا هقول لك حاجة محدش في كل الناس اللي حواليا دي يعرفها، انا ايامي في الدنيا معدودة. العمار بيد الله يا هانم، دي محنة وهتعدي ان شاء الله. انا مش بقول لك كده عشان اصعب عليك، انا بقول لك كده عشان في حاجة ناوية اعملها. حاجة؟ حاجة زي ايه؟ انا كنت بحب ادهم، بس ادهم كان فيه عيوب، كان فيه قسوة، لكن الصفات اللي كانت حلوة فيه كتير، بس كانت بتقلب كل يوم لكبرياء وأنانية، لأنه اتأذى في صحته فحاول يأذي الناس كلها. فهمتني؟ الحقيقة يعني مش فاهم قوي. عاوزك تعرف اني بحب سعاد. سعاد استحملت ابني كتير، يمكن ما حبتوش لكن استحملته رغم اللي بيعمله. انا كنت بديها العذر لو فكرت انها تسيبه. ادهم عمل فيها حاجات كتير وحشة، كان بيعملها كأنها حيوان مش انسان. اسامة يا ابني، انا شايفة حل يمنع المشاكل عن الناس اللي حواليا. في حد هيتأذي في البيت ده وانا عايز احل المشكلة. يبقى معنى كده ان حضرتك اما انك عايزة تعترفي بالجريمة او تدعي انك انت اللي عملتيها. اللي بيدي الحياة ملوش الحق ان ياخدها. تفتكر هيصدقوني؟ احنا سمعنا عن امهات هم اللي قتلوا ولادهم، بس في اللحظة دي كان بيبقى فيه دافع قوي للجريمة. بالتالي بالنسبة لحضرتك مفيش اي دافع خالص، وبالتالي اكيد مش هيصدقوكي. انا مش هعترف، انا بس هقدم الحل. الجواب ده تشيله معاك، ولو ايامي خلصت يبقى خلاص اتحلت كل المشاكل. الجواب ده تديه لضابط المباحث. الحقيقة انا مش عارف حضرتك بتفكري فيه، بس هما احتمالين ملهمش تالت، اما انك انت ارتكبت الجريمة فعلا، واما انك عارفة مين القاتل. فوزي بيه. ايوه علاء. جردنا اسلحة القتيل ورخص السلاح، افتراض حضرتك طلع في محله فيه مسدس ناقص، المسدس ده عيار 9 ملي سلاح الجريمة. قالت لك ايه؟ بتكلميني؟ فاطمة هانم قالت لك ايه؟ واضح انك منفعلة. ما تصدقش الكلام اللي قالته لك، مفيش ام بتقتل ابنها. ومفيش ست بتقتل حبيبها؟ الحبيب ممكن يتقتل، انا كنت بحبه زمان، انما اتغير، تحول من ملاك لشيطان. مفيش ملاك يبقى شيطان، ادهم كان شيطان من بدايته. انا كنت بحبه وسعاد كمان كانت بتحبه. مع الأسف ذوق الستات اتغير، بيفسروا دلوقتي العنف والعشرة في بعض الأحيان على إنها رجولة. أنا مش فاهمة أنت بأي حق بتتكلم كده، أنت إنسان غريب دخلت البيت أول امبارح ومن ساعتها كل شيء اتغير فيه. لأن كل واحد فيكم كان عايز يتكلم، بس كلكم بتخافوا من بعض، حتى فاطمة هانم
بتحب الكل وفي الوقت نفسه بتخاف من الكل. انا كل اللي عملته اني دخلت البيت ده من غير استئذان ولقيت فيه واحد مقتول. وانا وسعاد اكتشفنا الجثه. متهيألي سعاد هانم اكتشفتها لوحدها قبل ما تحتاج الاسبرين، ولا ايه؟ انت ست ذكيه، انا كنت واثق انك حاسه. لكن انت ليه ساعدتها؟ ده اللي انا مش قادره افهمه. انت بتكرهيها؟ انا هكرهها ليه؟ انما انا زي اهل البيت كله، مستنيه الكابوس ده ينساح. عايز اقول لحضرتك ان هادي بريء. هو اللي قالك تقولي كده؟ انا بقول الحقيقه. احتمال الحقيقه دي تكون من وجهه نظرك. لا، هادي كان فاكر ان انا اللي قتلت ادهم. عنده حق، انا نفسي بشك في كده. مش هي دي المشكله، انا مستحيل تعملوا فيا اي حاجه، لكن هادي ملوش ذنب. هادي لا يمكن ابدا يرتكب جريمه. انا متعاطف معاك يا مدام سعاد، عارف انك كنت هتورطي نفسك علشانه. انما تفتكري ايه اللي خلاه يعترف بوجود بصماته وجوده هنا اول امبارح؟ اكيد في دافع. هادي حط نفسه فجاه كمتهم، وهو كمحامي عارف خطوره الاعتراف ده، التواجد في مكان الجريمه لحظه وقوعها. السبب هو حسن شاف هادي او بيدعي كده وبيهددنا من وقتها. كنت حاسس ان وراه حاجه. فاكر يا علاء؟ من اول يوم شفته قلت انه شخص غير مريح. جريمه ابتزاز، متهيألي يا فندم ان ده هيكون اول اتهام هيصدر بيه قرار. القرار كله هيصدر دلوقتي. انا هاجي اتهامي للقاتل دلوقتي يا علاء، من فضلك انده لي افراد التحقيق. كلهم يا فندم؟ ايوه كلهم. انا مضطر لتوجيه اتهامي الرسمي، هو ده الحل الوحيد. القضيه دي ممكن تكون حلقة بنلف فيها، مش هحسمها إلا تحديد المتهمين، وهم عليهم إنهم يثبتوا براءتهم. إيه اللي في إيدك ده؟ جبته منين؟ ده بتاعي أنا كمان، عندي مسدس زيه. لا يا حبيبي، هاتوا ادهولي. ابعدي عني، هضربك بالرصاص. لا، انت مش ممكن تعمل كده. تقتلني يا كمال؟ ما اقدرش اقتلك يا عبل. انا عارفة انك راجل كبير وعاقل، ولا هتعمل زي العيال الصغيرين؟ لا، أنا مش هعمل زيهم. أنا دلوقتي بقيت راجل البيت، أنا دلوقتي بقيت أدهم. محدش هيقدر يوديك المستشفى تاني. أدهم خلاص راح، محدش هيضايقك بعد كده، مش كده يا كمال؟ أصله كان بيكرهني، ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، ده كان بيحبك، ده أخوك. لا، ما بيحبنيش. أنت ما تعرفيش حاجة، أنا أعرف حاجات كتيرة محدش فيكم يعرفها. ايه بقى اللي تعرفه وما نعرفوش؟ هتخبي عليا؟ تخبي على نوال؟ انا اعرف حاجات كتير عن كل واحد هنا، انما انا ما بتكلمش. ساعات انا بصحى بالليل الف في البيت اسمع واشوف، لكن ما بتكلمش. ياه، تبقى عارف اسرار خطيره. لو قلتلك انا اعرف ايه مش هتصدقي. ما كنتش اعرف انك ذكي قوي كده يا كمال. ولا ابي ادهم كان يعرف، كان قاعد مكانه زي العبيط وانا بنشن عليه بالمسدس. هو الغلطان، كان عاوز يبعدني عن البيت، كان عايز يرجعني المستشفى عشان يحبسوني ويعذبوني هناك. أنا بحب البيت ده قوي يا أبله نوال، أنا هقتل أي حد يبعدني عنه، هقتله،
هقتل اي حد يرجعنا من المستشفى. محدش هيقدر يوديك. هات المسدس يا كمال، هات المسدس، هاته يا كمال. لا هات المسدس، انا عاوزه معايا علشان البوليس هنا، لو جه يقبض عليا هقتله. هات المسدس يا كمال. لا هاته. لا هاته يا كمال. يا مسدسي. متزعليش، أنا وعدك إنه أعمل معاملة كويسة. موقفه واضح، مش مسؤول عن أي حاجة بيعملها، محتاج يدخل مستشفى، وده كان هيحصل النهاردة أو بكرة. سامحيني يا فاطمة هانم، ما كنتش أقدر أعمل حاجة. سعد هانم اطلب الإسعاف. حاضر. جريت وراه، حاولت امسكه واخد منه المسدس، ضربني بالرصاص، كملت وراه ومسكته، انما طلقة خرجت مني جت فيه وقع، كان بيجري مني وهو بيضحك، كانت كل الحكاية لعبة مش أكتر. ده حي غريب، ده نهاية غريبة، لما ده أحسن حل. أحسن حل؟ أيوة، حقق كل اللي هو عايزه، ما دخلش المستشفى. فاطمة هانم انت لازم ترتاحي، راحة طويلة. انا تعبت، تعبت قوي،
راح مني ولادي الاثنين. فاطمه هنا لحظه من فضلك. متهيألي ان الجواب دوت مفيش داعي منه. سعاد هنا انا مش عارف اقول لحضرتك ايه. البيه في حياتي ما بقيناش محتاجين خدماتك يا حسن. شوف بقيت حسابك كام. حاضر بس انا استنت علي علاء. انا اقدر امشي لوحدي. يلا بينا يا رمزي بيت. هحصلك يا علاء. رمزي بيت ما تاخديش في بالك. المهم انك ما تزعليش. ما زعلش ازاي؟ انا سبب في كل اللي حصل. كان لازم اسمع كلام ادهم ويدخل المستشفى. يمكن لو كنت سمعت كلامه برضه كان هيحصل اللي حصل. ادهم كان بيحفر قبره بايديه. دي غلطته. كان لازم يفهم انه لازم يعامل كمال احسن من كده. انت ذنبك ايه؟ ان شاء الله حاجه هنيكي انت والاستاذ هادي. هادي؟ لا بيتهيألي بعد اللي حصل خلاص هفضل هنا مع امها فاطمه. ليه؟ انا لما افتكرت ان هادي هو اللي عمل المصيبه دي كنت مستعد اعترف بالجريمه واتحمل اللي يحصل. ساعتها كان يبقى جنان. انا مش قادر افهم ليه الستات دايما بيحبوا يعملوا من نفسهم شهداء. لكن لما شكوا فيا ان انا اللي ارتكبت الجريمه هادي اتغير. حاول يعمل شهر لكن خاف على نفسه. مش ده الراجل اللي ضحى علشان. مدام سعاد لازم حضرتك تعرفي ان رد الفعل عند الراجل بيختلف عن رد الفعل عند الست. يعني الحقيقه ان الراجل دايما بيبقى حساس اكتر واضعف. الست بترتكب الجريمه في منتهى السهوله زي ما تكون بتحط روج في شفايفها. علشان كده بتفرح قوي لما الراجل يرتكب جريمه علشانها اكتر ما بتزعل عشانه. انما احنا لا احنا مختلفين. غلط. ايه اللي خلاك انت تساعدني؟ لولاك كان زمان حكم الاعدام مستنيني. انا كان لازم اساعدك رغم ان ده ورطني. ازاي؟ حضرتك لازم تعرفي ان انا ابو الولد اللي ادهم خبطه بالعربيه. انت مش ممكن. ثانيا انا اسمي مش اسامه. انا اسمي العقيد رمزي نجيب رئيس المباحث. حكايه معقده مش كده؟